الشيخ عبد العزيز مسؤول برنامج ديال الاعمال جمعيه زياده. جمعيه زياده هي جمعيه ولائيه غير ربحيه شبابيه. اول برنامج طرحته جمعيه زياده هو برنامج شركتنا اللي هو في الموسم الثالث. قبل هذا راح نطرح سؤال على الشركات هذه الناشئه الجديده هذه اللي عندكم نظره على الرياده وعلى الشركه. ما هو برنامج شركتنا؟ سؤالي موجه للشركات. ما سمعت اول عاده ما اطرح هذا السؤال على الثانويات ولا الجواب يكون انه جمعيه تاع ابتكارات هذا خطا. تعليق اسس المواد في شركه ما في الجامعه. يعطيك الصحه. جواب هذا ابتكار وجمعية ابتكار هذا خطا. وكان حتى الطلبه اللي خدمنا معاهم العام الفات حتى الاخر البرنامج هو مفتكرين بانه البرنامج هذا برنامج ابتكارات. حتى الاعلان على الفائزين شفتوا الفائزين اللي فاتوا من بين الفائزين ديسبيس. الهدف من البرنامج او برنامج شركتنا هو كيفيه انشاء واداره الشركه هذه. اول فيه 10 جلسات 12 جلسه تبدا بالفكره وتنتهي بتصفيه الشركه. مده البرنامج تقريبا 7 اشهر. ماشيين معاه في الثانويات وهنا الانطلاق راح تكون اليوم ان شاء الله. راح نتكلم باختصار عن البرنامج. البرنامج هو اولا انكم تطرحوا الافكار واللي يحسن حظكم انكم تخصصاتكم، لانه في الثانويات المجال مفتوح، انتم عندكم التخصص تاعكم وممكن تخرجوا منه فكره من خلال التخصص تاعكم. الجلسة الثانية حاولوا باش توجدوا المنتوج، انك تطرح المشاكل ثم ايجاد المنتج من خلال هذا المشكل، ولا المنتج هذا يكون مادي او خدماتي، ثم دراسة السوق، هل يوجد هذا المنتج في السوق او لا يوجد، ما هي الايجابيات اللي طرحتوها، ما هي بعد دراسة السوق راح نديروا التسعيرة. تسعيرة المنتوج هذه هي تسعيرة المنتوج هذه، أنه التكاليف المباشرة والتكاليف غير المباشرة والكامل المواد الأولية. بعدين راح نديروا الهيكل الإداري للشركة. حكينا باختصار هذه، بعد راح تمشوا بالدراسات. راح نديروا الهيكل الإداري للشركة، المدير العام، مدير التسويق، مدير العلاقات العامة، مدير الموارد البشرية، مدير المالية، وكل شخص من هذه الأشخاص راح يكون عنده مهام ومهارات. كل شخص راح مش راح نعينهم هكا، راح نشوفوا المهارات تاعهم على حساب المهارات راح نعينوا هذول الاشخاص. وفي نفس الوقت راح نديروا اسم الشركه وشعار الشركه واسم المنتج هذا. بعدين راح تتبعوا الى راس مال الشركه. راس مال الشركه راح تحسبوا عدد الوحدات اللي راح تخدموها خلال هذه الشركه هذه. عدد الوحدات، تكاليف عدد الوحدات هي راس مال الشركه. راح نديروا حاجه مستثمرين. المستثمر هما انكم تتبعوا على مستثمرين، ناس عندها يملكون المال ولا يملكون الفكره، وانتم كشركه عندكم الفكره وما عندكمش المال، راح يحدث التكامل عن طريق السهم. هذا السهم فيه امضاء المدير، اسم المستثمر، وعلى ظهر كل شيء شايفينه شيء. على ظهر الاسم راح تلقاو عده شروط، من بين الشروط انه ممكن الشركه تخسر، هذه لازم يعرف المستثمر. بعد جمع راس مال الشركه راح نديروا جلسه النموذج. جلسة النموذج انكم تاخذوا النموذج الاولي للمنتج، راح تحطوا امامكم وتنتقدوا المنتج هذا او النموذج حتى ياخذ صورته النهائيه. وبعدها يبدا جلسه الانتاج الكلي. بعدها راح تفتحوا صفحه خاصه بالشركه تاعكم، خاصه باسم الشركه تاعكم. راح تعلنوا البيع والتسويق والاشهار والفيديو الاشهاري للمنتج تاعكم. بعدها راح نديروا التقارير. انا ننصحكم انكم في كل جلسه ديروا تقارير، لكل جلسة من الجلسات العشرة هذه راح نديروا تقرير، لأنه في آخر البرنامج راح يكون تقرير سنوي خاص بالبرنامج هذا. والتقرير في المعايير الشركات راح يتحسب عليها تقريبا 30% من التقارير هذه، و 40% راح يكون خاص بالأسئلة اللي تطرح عليكم لجنة التحكيم، و
30% راح يكون مقابلة لجنة التحكيم. قلنا بعد البيع والتسويق راح نديروا الجلسة ما قبل الأخيرة وهي تصفية الشركة. طرحوا علينا عدة أسئلة العام الماضي لأنه أنتم أقرب ثانويات أو شركات تاع العام الماضي أو الثانويات لأنه عندهم دراسة وعندهم باك. أنتم قايلين للسوق العام أنه طرحوا علينا بعض الأسئلة أنه ممكن ليست شركة حقيقية. ممكن بعدين راح يتبعوا الجانب القانوني لإنشاء الشركة. ومن هذا الخطوة السابقة هذا باختصار بالنسبة للبرنامج. وحاولوا باش تعيشوا الحياة الحقيقية للشركة وبالتوفيق.